السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناه من احد خلصنا معكم محمد نور الدين. موعد مباراه روما امام ميلان اليوم السبت 29/4/2023 مباراه في الجوله 32 من الدوري الايطالي متابعين الكرام روما في مواجهه ميلان اليوم باذن الله تعالى الساعه 7 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراه معاد الساعه 8 مساء بتوقيت الامارات وسلطنه عمان. والساعة ستة مساء بتوقيت تونس وليبيا مش تونس بقى اسمها ايه ليبيا والسودان والساعة خمسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة أربعة عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا القناة الناقلة للمباراة قناة أبو ظبي بريميوم مواني الأولى والمعلق عامر عبد الله ملعب المباراة ملعب الأولمبياكو ملعب روما الجولة 32 من الدوري الإيطالي اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته